السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد من دروس الـ ASP.NET MVC. اليوم إن شاء الله درسنا على مثال عن عامل داتابيس اسمه ايشو داتا، موجود فيها تو تيبلز ايشو ستاتكس، بمعنى قاعدة بيانات فيها جدولين. مثال طبعا جدا مثال مصغر، قضايا وإحصائيات القضايا، بمعنى القضايا هنا موجود فيها القضية والاي دي الخاص فيها والاسم الخاص فيها، والتيبل الثاني موجود فيه القضية نوعها والفئة المستهدفة، هل هي ذكر ام انثى، يعني المقدم للقضية طبعا، والفورين كي الخاص فيها. الجدولين زي ما انت شايف موجود في تو تيبلز. التيبلز الاولاني انا دخلت مجموعة قضايا اولى وثانية وثالثة ولغاية 11. طبعا هنا الاستاتيكس، طبعا الفورين كي موجود لكل قضية، طبعا يتبعها التارجت جندر، بمعنى الهدف، الفئة المستهدفة ذكر أم أنثى، طبعا نوع القضية، هل هي نفقة، ميراث، عفش بيت، مش عارف شو. المهم المثال من هذا، الهدف من المثال هذا إنه إحنا نعرض البيانات بشكل مرتب بحيث إنه اليوزر يعرف يشوف كل قضية بلون محدد، بمعنى النفقة تم تلوينها بلون، مثلا الميراث يكون نفس اللون، بحيث انه مباشرة يشاهد. وطبعا في النهاية عايزين نعمل احصائية، في الهدف الثاني عايزين نعمل احصائية انه كم قضية ميراث تستهدف الذكور مثلا، وكم قضية ميراث تستهدف الاناث، وهكذا. يعني بمعنى انه الايشو تايب نعمل احصائية غير مكررة عساس نستخدمها في التقرير. اوكي، هذا بالنسبة للسيكوال سيرفر. طبعا هنا بالـ MVC أنا مستخدم هنا داتا موديل، طبعا شحنت البيانات مباشرة، أنشأت كلاس سميتها فيو موديل، طبعا محاكاة للتيبل اللي هو موجود أصلا، الاستاتكس اللي هو موجود فيه الإحصائيات. تمام، أنشأت مجموعة بروبرتيز عساس أستخدمها، وأنشأت تو بروبرتيز زيادة عساس أعمل فيها إحصائيات، طبعا من نوع انتجر. طبعا انا انشأت هنا كلاس اسمه سيرفيس، الكلاس السيرفيس موجود في مجموعة ميثود. طبعا اول شيء انا اخذت برايفت انتيتيز اللي هي بتمثل داتا مودلز، وانشأت كونستراكتور هنا اخذت منها نيو طبعا، وعملت هنا ديسبوزنج الى. طبعا انشأت هنا تو ميثود، اول ميثود جيت اول طبعا بوبوليت لكل التابلز بدون استثناء، وطبعا الميثود الثانية عاملها استاتكس بحيث ان انا مستخدم اللامدا اكسبريشن طبعا، وعامل مستخدم انترفيس لاحظ من الفيو موديل وشحن مباشرة. تمام، وطبعا هنا عامل الكاونتس، هنا احصائي لاحظ، طبعا بستخدم هنا كمان ايش مباشرة السيرفيس، انا باخد منها وبروح وين على الكنترولر. الكنترولر مجموعة اكشنز، طبعا بديك ديفولت اكشن اسمه اندكس تركته على اساس انشئ منه الفيو. هنا موجود الكونستراكتور طبعا كالمعتاد على اساس ان اخد نيو من الايشو انتيتيز، وطبعا معمول لها اوفررايد، وطبعا الدسبوز شغال. طبعا الاثنين اكشن، الاكشن الاولاني طبعا الريد اللي هو بيعمل كيت اول بوبوليت للجريد الاولانية، والاكشن الثاني اللي هو بيعمل الاستاتكس جاي من وين، من الاستاتكس اللي موجوده في السيرفيس هنا في السيرفيس. طبعا انا مستخدم هنا زي ما حكيت لكم لامدا اكسبريشن ومخد الكاونت طبعا بدلاله ايش الجندر، وطبعا بدلاله الايشيو تايب. اوكي، طبعا نروح في الفيو، انا عامل تو ديفز، كل ديف بتحمل جريد كندو يو اي جريد، طبعا الجريد الاول موجود فيه بوبوليت للاول، طبعا عامل فيها هنا مجموعة طبعا بروبرتيز لها، طبعا بيجينج فلترينج سورتينج موديل، وطبعا عامل هنا اكشن او ايفنت سوري اللي هو داتا باوندز، اللي هو من خلاله انا هستخدم هنا سكريبت خاص في تلوين السيلز الموجودة، طبعا مستخدم جافا سكريبت كود، ومستخدم كندو يو اي، ومستخدم ال HTML والCSS والAjax والجيسون والC Sharp والASP.NET Framework، يعني كوكتيل.
ماشي، خلينا نروح نعمل رايت كليك وفيو ان براوزر. طبعا في كمان دالة تانية، هنشوف 2 جريد على اساس الزمن، بديش اطول. يلا 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 خلينا نشوف. تمام، يلا يلا اعمل بوبيليت. شوف اجمل ما فيها الكندي يو اي جريد، انك انت بتتحكم في السل الخاص فيها زي ما انت عايز. زي ما حكيت لك، اللي اول جريد موجود فيها مين؟ الاول ديتا. طبعا انا هنا عملت لك السل، تلوين السل، وهنا الاستاتكس الخاصة بالجريد الثاني اللي هو مخده ديستنكت. لاحظ مخده ديستنكت انا من الكود، وعامل طبعا هنا استاتكس، طبعا انتجر. انا مخده هنا كاونتس لكل تايب من الايشو تايب. اوكي، هذه الطريقة. اشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.